النهارده جايبين اكله حلوه قوي ولذيذه. ايه هي؟ هنعمل اكله مدفونه الجمبري. مدفونه الجمبري دي تتعمل ازاي؟ احنا جايبين رز، جايبين جمبري، وجايبين صبيط وفلفل وبصل وتوم وفلفل سبايسي. هننزل شويه زيت الاول، بعد كده مكعبين زبده، نسيحهم مع زيت اول حاجه، ننزل بالبصل الاول، نشوح البصله كده، اديها تقليبه كده، البصله يدوب بس الميه بتاعتها تشمع معايا، وهنزل عليها بالجمبري. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوح الجمبري مع البصلة كده، نشوح البصل الجمبري مع البصلة، نسيبه كده عشان ما يتهريش. هنزل بشوية ملح مش كتير، وشوية فلفل اسود، معايا شوية كاري صغيرين كده نكهة بس عشان الجمبري يبقى واخد نفس الطعم. هطلع الجمبري كده، الجمبري استوى لان الجمبري ما بياخدش سوا كتير، فلازم اطلعه بره الاول. هنزل بالصبيط، نقلب الصبيط مع البصله، نقلب البوتاجاز بتاعنا، نشوح الصبيط كويس كده على البصله ما تغمق بتحت شويه، اديها شوية فلفل أخضر، ومعايا شوية سبايسي مش كتير بقى عشان متبقاش حرقة قوي، نقلبهم مع بعض كده، ريحتها جميلة جدا جدا. هنزل بالمية، كده المية غليت، وهنزل بالرز واقلبهم مع بعض. كده تشربت الرز، تشرب، هوطي عليه وهنزل عليه بالجمبري. واقلبه، لان انا الجمبري ما سويتوش، اديته بس تشويحة مع البصلة عشان كده انا نزلت بيه، وهوطي عليها واغطيها بقى. كده الرز خلص، ننزل بيه. بكده حضراتكم خلصنا وصفة النهاردة، مقلوبة الجمبري، جميلة جدا، جربوها هتعجبكم. مع تحياتي عبدو سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة .com.